هذا نداء لجميع الأطباء اللي كيشوفوا الناس اللي عندهم داء السكري، لأن اليوم ما كنكتفيوش أن نقلبوا رجل غير بيدينا بحلاكة. هذه مسألة غير كافية، خاص ولا بدا متشخيص ومتشخيص المدقق اللي كنبقاو نتابعوا به الشخص، وتنقولوا له دابا خصك دير رياضه، خصك دير الحميه، كنعطيوه ادويه، كنقولوا شنو اشكال الرياضه، شنو اشكال الحميه، شنو هي المسائل اللي خصو يدير باش ما يوصلش المضاعفات. لان من المؤسف ان في في في, في العياده كنشوفوا اكثر 99% ولا اكثر ديال الناس اللي كيجيو في دور المضاعفات. وشحال من واحد يقول لي وكانت تبرد عليا رجلي وداكشي، ولكن انا حسبني غير روماتيزم، انا حسبني غير مشكل سياتيك، حسبني غير هذه، حسبني هذه. اليوم اللي عنده شي واحد كيعرفه عنده داء السكري، مشكل ديال السكر، خصو يعلمه وينصحه، راه مهم ومهم بزاف.